على ضوء المسلسل باش نعمل معاك أسئلة مع أو ضد. وأنت جاوبني. مراقبة الآباء والأمهات لتليفونات ولادهم، مساجاتهم، شكون يكلموا، شكون يصاحبوا، قائمة الأصدقاء. فنعمر. نمشي من الطفولة إلى المراهقة. أي مش بالسرقة. نشوف على خاطر يلزمني نعرف ولدي ولا بنتي مع شكون ولا فين ولا شكون يكلم. يولي يبعث يفسخ. لا، والثقة ويني؟ والثقة ويني بين الوالدين وصغارهم؟ يخاف أحيانا، يخاف الصغير، يخاف خاطر متعود، يخاف على خاطر من الصغرى ما يقولش قاعد يعمل، من الصغرى يخاف. دونك التربية تبدا من الصغرى بالكل، معناها من قبل ما يولي عنده تليفون، أقل من 10 سنين و11 سنة قبل الكوليج. الصغير كيفاش عنده تليفون؟ سامحني. ولادك يخضعوا للمراقبة؟ مراقبة عادية، معناها مش هكلينا بالسرقة نشد التليفون ونشوف وحدي. إجا هنا التليفون؟ ليه مش إجا هنا، هي شكون درا شنوا، كلمني فلان، كلمتني فلتانة، نحكيه. معناها ما عندناش اللي نشوف تليفون بالسرقه، ولا وقت اللي يرقد نحل، ولا لي كود، ولا ما عندناش. كرتابتك كانت تتفركس؟ كانت تتفركس. جورنال انتيم تاعي كان يتحل ويتقرا. اي كنت في خاضعه لسلطه ابويه قويه برشا. اي باهي. كيف الجينيراسيون تاعي كلها. مع او ضد سماح الاباء لابنائهم باش يباتوا خارج الدار؟ والله مراهقين. ماذا بيا لي؟ ماذا بيا لي؟ أنا ما نقولش لي. كيفاش؟ ولي واليوم عندنا ندرى شنو ولي، معناها اللي ما يكونش ديريكت. ماذا بيا لي؟ أما أكيد باش يجي نهار ونجم نخليهم معناها. مع أو ضد الضرب للتربية؟ لا، ضد. ضد على الاخر. يقول لك احنا تربينا بالضرب. لا، اي ما مش معناها. وطلعنا رجال. وماناش في نفس، ماناش لي ميم جينيراسيون، احنا تربينا بالضرب. ومش شكون قال لك اللي ما فماش دي سيكيل معناها بالنسبه للضرب؟ فما حتى حد يعرف. فما دي سيكيل، مش باهي ضرب، ما نضربوش. اذا الضرب يجرح، إهانة الكلام كذلك تجرح أكثر من الضرب. بالطبيعة. معناتها ساعات واحد يقول، يوصل يقول لوالديه اضربني وما تقوليش الكلمه هذيك، او ما تحقرنيش لا تحقر صغيرك وانك ما تجاوبوش ولا تمقته ولا تهينه اقوى برشا من الضرب. وعمره ما ضرب كان يجيب نتيجه. مع او ضد العلاقات العاطفيه بين المربي والتلميذ؟ ضد. ضد تنجل على قلبك؟ ضد على الاخر. ما حبيتش استاذك في في المراهقه؟ لا. فما اساتذه تحس يا مزيان، معناها البروف نتاعنا محليه مزيان، ما في الجينيراسيون تاعي ما نتصورش انا صارت حاجات كيما. لو واحد من اولادك يجي يقول لك راني انا نحب استاذي او استاذتي. اي مصيبه، اما يلزم واحد يعرف كيفاش يتصرف فيها. مصيبه؟ اي مصيبه. فما فرق على الاقل 20 سنه. الحب مو تقولوا ما يستعرفش بالعمر؟ لا ما يستعرفش بالعمر، مش في الاطار التربوي، مش في الـ في الـ في الـ في الـ في ليكول، مش في الكوليج، مش في الليسي. ما تنجمش تكون، ما عادش فما قرايه، سي فيني. مع او ضد البيرسينج؟ مع ضد. ما نحبش انا، ما نحبش. انت قبل كنت ما تحبش التاتواج، تاتواجت. اي ما نحبش ما نحبش البيرسينغ، وما عادش نحكيو عليه هذاك ساعة توا. موجودة ما عادش نحكيو عليه. إيه؟ البيرسينغ أنا ضد، أنا ما نعملش. أما بنتي عم بيرسينغ. مصيبة بالنسبة لي. أي توجعت خاطر ما نجمتش نقولها ليه وعملت. اش معناتها؟ سي ان بيرسينغ، ان بيرسينغ في خشمها. ما نجمتش نقولها ليه؟ اي ما نجمتش. يا دلال. ما مش دلال، مش دلال. يا فقدت السلطة. مش دلال. لا، انا نفقد السلطة، امبوسيبل. اما كيفاش تفسر؟ انك بنتك تعمل حاجة اللي أنت ما بتحبهاش. اي مش ما عملتش بالسيف عليا معناها. ما قالتليش نعمل. معناها كي قالت لي جيتي اوبليجي باش نقولها بأي، ما يسالش. خاطر ما في حتى شيء معناها صعب مني انا اكثر منه حاجه تقلق معناها.
الإجهاض مع أو ضد؟ ضد ومع في حالات. أعطيني المبدأ. به المبدأ ما تعرفش على الحالة متاع العبد علاش باش يضهض. كانها مرأة معرسة باش تجهض علاش؟ نجم تكون عندها صغار وما تنجمش اللي بعده ما تنجمش تقوم به. رزقه عند ربي يقول لك. لا رزقه عند ربي هذاك منطقنا قبل. اللي اش قال تلم عليها الناس الكل واللي زاز الواحد يزاز ثلاثه وذاك الكل كلام قديم توا مانيش قاعدين نعيشوا فيه. فما برشا مسؤوليات، فما برشا مصروف، فما باهي هذيا حاجه. وبعد فما اللي ظروف كل واحد كيفاش تحط في ظروف ويلزم يعملوا يلزم تعمل اجهاض. اسكو المجتمع يرحم؟ اسكو حالتها ووضعيتها تقبل انها تخلي الصغير هذاك؟ تنجم تكون لي دونك انا مع وقت اللي يلزم وضد كان ما فماش علاش ما فماش علاش تعمل اجهاض ما فماش علاش. باهي مع عقوبه مستهلكي المخدرات بالنسبه للمراهقين والناس اللي تقرا في المدارس. مستهلكي لا. مستهلكي لا. سايبوا الماء على البطيخ. لا ما نسيبوش الماء على البطيخ، نشدوا الريوس اللي تجيب في السموم هذايا لاولادنا. وهل نغفر لمن يستهلك؟ لقاها في الليسي، لقاها قدامه، لقاها في سهريه، غروا بيه، لقاها في التواليت، غروا بيه. شكون اللي غر بيه؟ صاحبه. اي وشكون اللي غر بصاحبه؟ صاحب صاحبه. وشكون اللي غر بصاحب صاحبه؟ جيبوا الريوس اللي تجيب لنا في السموم هذايا توا حالنا يتصلح. اما تشد طفل صغير على الدروغ وتحطه في الحبس و تو بيرمي تخلي لي كونتينير داخلين بالسم وهذا الكل ما فما حتى حد فيق بهم. هذا الكل ما يعرفوش، يعرفوا الدنيا الكل ويعرفوا وين وكيفاش وشكون وقداش ووقتاش ويعرفوا الدنيا الكل. دونك شدوا الريوس وترتاح للعباد.